يشكل طريق بغداد كركوك المار بمحافظة ديالى لعنة لسنين طويلة لانفراده بأعلى إحصائية لحوادث السير بلا منازع، على الرغم من أهميته باعتبار بوابة بغداد صوب إقليم كردستان وبالعكس مرورا بثلاث محافظات. والله هذا احنا ما نسميه طريق العظيم، احنا نسميه طريق الموت. يعني حتى من جينا رزق نطلع على، يقولون تطلعون على طريق العظيم، احنا ما نسميه طريق العظيم، احنا نسميه طريق الموت. اي والله الطريق حيل تعبان، كلش تعبان، لجدل تعبان، يعني سبحان الله حتى السيارات تفلش من وراء الطريق. والله هي خطر، هذا اخطر شيء هسه دا نجي رون سايد، اخطر شيء، بس شيء من لا تشاره. يعني انت شفتوا الطريق شلون، الطريق تعبان والله، طريق تكسر. يعني هذا شوف هذا المسافه، هاي العام سواها، هاي وهاي كانما يعني هاي سيارات على كيفها، طب بمدينه تمشي على كيفها اشوه، بس هناك عندك طريق سريع وطريق مثل هذا يجي بس سيارة ما يدري ضرب الطسة راح، لو يضرب على السيارة أخرى وياه، لو يروح هو بالخندق جوا، ويومية اثنين ثلاثة، يعني ليش هيجي؟ يعني حتى ولدنا قمنا نخاف عليهم، ما نقدر نجيبهم للسوق بالسيارة، نخاف، قمنا نخاف، صار عندنا رعب من عنده. أعداد الضحايا تتفاوت بين سنة وأخرى، لكنه يحصد نصف الضحايا على مستوى ديالى، ما يعكس مستوى خطورته رغم إنفاق أموال طائلة في جولات إعمار متكررة لتطويره والحد من لعنة الحوادث المميتة، ومطالبات بتفعيل دور اللجان الرقابية لتقصي الحقائق من قبل الجهات المختصة. والله أنا أولا ناشد السيد وزير الإسكان والتعمير، ما عنده رقابة، ما عنده ليان تفتيشية، ما عنده حساب، ما عنده ناس توصل له فكرة أنه إنجاز وصل كذا. أخي هذا الطريق اليوم عبر طريق الموت. اليوم إحنا دا نلاحظ هسه لو أوديك هسه عندنا أربع فواتح في آن واحد كل ثمن هذا الطريق، ما يعبر يوم إذا مو أربع خمس موتة، ما يعبر يوم إذا مو عشر جرحى، ما يعبر يوم إذا مدمرة خمس سيارات في هذا الطريق. الطريق مكسر منتهي، وين دور الرقابة؟ وين دور النزاهة؟ تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن طريق كركوك بغداد يحصد الجزء الأكبر من حوادث السير على مستوى المحافظة، وما تزال أعداد الضحايا بارتفاع، وسجل الثلث الأول من هذا العام عشرات الحوادث، بعضها دام حصد عشرات أضعاف ضحايا الإرهاب سنوياً.